السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، شخباركم شعلومكم إن شاء الله طيبين. وياكم سيد علوي هادي في الحلقة الرابعة من برنامج دلع كرشك. وكعادتنا أعزائي المتابعين ننتظر منكم التفاعل الكبير جدا جدا جدا. لا تنسى تنشر هذه الحلقة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، منها جروبات الواتساب وغيرها. وإذا وصلت ياي إلى هني أبغيك توقف الحلقة، تنزل تضرب لايك وشير إلى هذه الحلقة، سبسكرايب للقناة، بالإضافة إلى أنك تفعل جرس التنبيهات حق يوصلك كل جديد منه. ولا تنسى تضيفنا على الإنستغرام. نخلص كل هذا، يلا بينا. ويا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي مرة ثانية. وجبتنا اليوم تنحط على كل سفرة بحرينية على وجبة الغداء. أنا بالنسبة لي متحمس جداً حق هذه الحلقة. خلونا اليوم ناكل عيش في سفرتنا اليوم، ونشوف مطعمين يتنافسون بشدة على هذه الوجبة. وجبتنا اليوم هي المندي اللحم، وراح يتنافس ويانا مطعمين من أشد المطاعم لذة ورائحة. المطعم الأول راح يكون مطعم السفرة الذهبية، اللي راح يكون إليه منافس شرس باعتقادي قبل طبعاً ما يجي الأوردر، مطعم باب الحارة. خلونا نطلب الاوردر وياكم ونشوف وايش راح يصير. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، مطعم السفرة الذهبية؟ اي نعم. حبيبي بغيت نسوي اوردر واحد مندي لحم. اللحم خلص والله. اللحم خلص؟ ايه. بس موجود دجاج؟ بنغير الطلب اعزائي، بنخليه دجاج بما ان هني ما عندنا. اوكي حبيبي، سووا واحد مندي دجاج، كم بياخذ وقت؟ يعني اقل شيء 50 دقيقة. 50 دقيقة؟ ايه. ليش كثير؟ طبعا الناس ما شفتون صمان مطعم السفرة الذهبية، كان الخاطر لحم اليوم شوي نكبس عليه، لكن يلا لا بأس بالدجاج. وخلونا وياكم الحين نشوف طلب باب الحارة، ما عندهم بدالة، كله بزي. باكر الصبح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا. مطعم باب الحارة. وسهلا. يا هلا عزيزي، بغيت أسوي أوردر لواحد مندي دجاج. ما في توصيل؟ ما عندنا توصيل للأسف. وناس ما شفتون كالعادة، ما أدري من اللي فقر فينا، هل المصور، هل المقدم، هل واحد يعني عرفه، الأرباب عرفه. راح نغير المطعم إلى مطعم العميد في قرية سار. خلونا نشوف شكلها سالفتنا مطولة. خلونا نشوف الحين العميد عنده ما عنده، عنده توصيل ما عنده توصيل، على الله. السلام عليكم. سوي لي واحد مندي دجاج، كم ياخذ وقت؟ نص ساعة. 40 دقيقة. نص ساعة. طلبنا من عنده وننتظر الأوردر. وجينا وياكم أعزائي المتابعين في الفقرة الثانية، فقرة حسابات الإنستغرام للمطعمين. خلونا الحين نبحث أولاً عن مطعم العميد، وثانياً عن مطعم السفرة الذهبية. ويلا مطعم العميد ودايركت كوبين أول واحد، ناخذ نظرة أنه عنده 21 صورة، الإضافات عنده مو واجد. نشوف المنيو ماله ما شاء الله، يعني عفا عليه الدهر. المنيو مو موجود في الهايلايت، وهذه سلبية كبيرة عليه. مجملا يعني تحس الحساب فيه ترتيب، ولكن مو اكتف واجد للحساب. خلنا نشوف اذا عنده فيديوهات موجودة. فيديو موجود، الموسيقى موجودة، ما شاء الله الأكل يشبع، الأكل يجوع. صراحة الفيديو ممتاز، لكن الحساب ما في فيديوهات واضح، يحتاج إنه شغل عليه شوي زيادة وتفعيل الفيديوهات أكثر. وناس ما تشوف إنه عنده حتى خاصية البنفيت باي موجودة. مجملا
الحساب لحد الحين انا بنظري اشوف انه ضعيف، يحتاج فيديوهات اكثر، صور اكثر، وباستمرار ينزل يعني الحساب، لان اللي قاعد اشوفه انه بس في الفتره الاخيره تو مبدي يعني. ف ان شاء الله هذه الرساله توصل الى اداره المطعم انهم يفعلون حساب الانستغرام اكثر عشان يكون في فكره عامه حق الكاستمر لما يجيب ويطلب منكم انه يشوف الوجبات، المنيو وفيديوهات، وحتى اللي خليت صور الزبائن لما تجي الى المحل بقالب معين وتكون متناسقه. عموما حساب جيد مبدئيا يعني، بما انه قاعد يحط في الفتره الاخيره بس، لكن نتمنى له الاستمرار وزياده الفعاليه في الانستغرام. خلونا الحين نبحث عن حساب مطعم السفرة الذهبية. نفس ما قاعدين تشوفون ما قاعد يطلع لنا مطعم السفرة الذهبية. خلنا نشيل مطعم. ما في. نشوف ياكم طريقة ثانية. نبحث من جوجل. إذا بين إلينا من جوجل يعني راح يكون موجود. مطعم السفرة الذهبية. موجود عندهم انستغرام لكن ما قاعد يبين يانا في البحث. خلونا ندخله. ناس ما تشوفون اكو مطعم السفرة الذهبية. خلونا نشوف الهايلايت. الاطباق اليومية موجودة بدون الاسعار. بس وش الايام الاسبوع شنو يقدم فيه. فكرة زينة يعني، بدل ما تتصل وانتم وش عندكم اليوم من وجبات، ان اكي موجودة. و نشوف هني فيديو عنده في الستوري. نسوي الأطباق اليومية على شكل فيديو ممتاز. عموما خلونا نستعرض محتويات الحساب الحين ونشوف تناسق الألوان وهل الحساب إنه أكتف أو لا، وهل ينزلون باستمرار. خلونا نشوف ياكم. خلنا بس ننزل تحت. نفس ما قاعدين تشوفون ياي تقريبا الحساب في تناسق، ومن فترة لفترة قاعدين يغيرون الستايل ماله. فإذا تلاحظون انتم في هذه الفترة كامل صورتين على الأطراف تكون بيضة ولا في النص صفرة. طبعا هذه كلها مستوحاة من الشعار ماله. خطوة جيدة وممتازة. بعدين تحس انه بدأ شوي الحساب يتأثر ورجع لنا بتصميم جديد. نفس ما قاعدين تشوفون يانا هنا الحساب نوعا ما انه جيد وممتاز، يحتاج شوي تنسيق في الآونة الأخيرة. لو استمروا نفس الفترة السابقة انه أبيض وذهبي وأبيض، بوجهة نظري انه راح يكون تمام واجد. خلونا نشوف إذا عندهم محتويات فيديو. للأمانة ما تدري وين الفيديو، لأن شعار المطعم صاير في جهة محل اللي يطلع لك وين الفيديو، ان هذا فيديو أو صورة أو شيء. هذا فيديو عندهم. نفس اللي محطوط في الستوري مال الاطباق اليوميه استعرضناه وياكم. ما في اي فيديو ثاني. مجملا الحساب جيد، ادارته جيده، يحتاج بعض التنسيق زياده خصوصا في الاونه الاخيره. بالاستمرار وجهه نظري الاستمرار نفس الفتره السابقه، زياده الفيديوهات بكثره مطلوبه من المطعم، وجود المنيو في الانستغرام صاير بشكل متفرق، يعني وجوده متفرق اشوف انه واجد احسن. قاعد يعطيك خيارات انه مثلا انت تبحث عن الساندويتش، دايركت تروح حق هايلايت الساندويتش وابحث عنه. وطبعا لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب قبل ما توصل الاطباق. وطبعا الارباب امر، لازم تخلي صوته وهو يامر. يا منتج يا ما ادري ايش مال بني جمرة، نبويكم تضربون لايك، ومال سار نبويكم تزلزلون الكومنت. قدها لو مو قدها يلا. وخلونا نشوف من هو اللي بيفوز يانا في هالمسابقة اللطيفة. توصيل الوقت اثنينهم كانوا في الوقت المحدد نص ساعة وخمسين دقيقة. وخلونا نشوف شوي وايش محتويات كل تشيس. عندنا هذا تشيس العميق نفس ما تشوفون، سلطة ملفوف وياها ليمونة وياها خس بعد، وهني
نفس ما تشوفون دقوس. بالإضافة إلى بوكس العيش. طبعاً ما في لا كلينس ولا في قفشات. وهذه نقطة سلبية كلش. أنا ما أخذ أكلي وطالع برا أحتاج إني أكل في مكان عام. فلازم توفر لي قفشة وكلينس. أبا شوف شلون الحمصة. رائحة ممتازة صراحة. الحبة كبيرة دا تشوفونها، دا تشوف ياي الحبة قد كبرها ومدهنة يعني ويلي ويلا. موجود طبعا الآلو بالإضافة إلى الحمصة والدجاج. خلونا نستعرض إياكم باكج السفرة الذهبية. نفس ما نشوف وياكم كيس السلطة، في بصل وليمون. نفس ما نشوف وياكم كيس السلطة، عندهم البصل والليمون بالنسبة للسفرة الذهبية. وعندهم طبعا الدقوس. خليه يبين. نشوف باكج او شوف المندي، كل واحد بشكل ثاني. هذا قاعد يحمسني. هذه الدجاجة صايرة تحت وما اقدر اشرح يا شباب. الامانة ما اقدر اشرح. شجعوني حق الاكل. سيد خلنا نشوف اذا فيك صمات. والله هذا موجود صمات قفشات. خلونا نبدأ اياكم. يلا سيد اطمن صمات. ساعدني بس تحط مني وانا باكمل اياك. ويلا شباب كلاص مولاي. الأمانة يا شباب الشكل جو. أنا صاير خاطر إني أشوف عيش السفرة شلون الدجاج صاير. نطلع الدجاجة بس يا بوي. بس ما قاعدين تشوفون بدون آلو، مو موجود فيه آلو. خلنا أعرف عليكم وتشوفون حتى حبة العيش كبيرة صايرة، ولكن إذا تلاحظون عندي في العميد تكون نثرية أزيد. هذه شوي مو نثرية واجد، لكنها متينة يعني كبيرة ومدهنة الحبة. والحين تشوفوا ويانا مندي مال العميد. اول شيء العيش، لا تلاحظوا ياي حبه العيش شلون هني صايره مدهنه وكبيره. والحلو فيها انه صاير ملون العيش، يعني مندي حقيقي. هذه اللون لفيت تحسه شوي طالع هني نفس ما قاعدين تشوفون ويانا هني. عيشة من 600,000 عيشة فيها لون وبعد مدهنة وبين عليها انها هي طيبة. خلونا نبدأ ارباب. نبدأ باي واحد؟ السفرة. يلا بسم الله. ناس ما شفتون صراحة الدجاجة بسرعة انقطعت، يعني لينة وممتازة. بسم الله. ننتقل وياكم الحين لمطعم العميد. هنا اول شيء نبعد الدجاجه. خلونا نجرب العيش بروحه الحين. للامانه هذه بس شكل ان العيش ملون بس انه ما في طعم عيش المندي ولا دجاج المندي. ف خلونا بعد ناكل شوي زياده ونعطيكم تقييم النهائي.
رجعنا إليكم أعزائي المتابعين في أفضل فقرة عندنا في برنامجنا وهي التقييم. امدديها في تجربة المستخدم. تجربة المستخدم من ضمنها سهولة الطلب والإنستغرام. بالنسبة لمطعم العميل حساب الإنستغرام راح ينقص فيه، تحتاج تفعيل أكثر، وجود المنيو في الحساب في الهايلايت بشكل واضح، وزيد عدد الفيديوهات. بالنسبة إلى السفرة الذهبية الحساب الإنستغرام واجد تمام، سهولة الطلب تمام، راح ينقص شوي في الإنستغرام لأنه يحتاج شوي بعض التعديلات والترتيب. مطعم السفرة الذهبية راح ياخذ ويانا 4.5، مطعم العميد راح ياخذ ويانا 3.5. ونجي وياكم للنقطة الثانية في التقييم وهي التوصيل. طبعا الاثنين جونا في الوقت المحدد من الاتصال اللي خبرونا عنه، والاثنين جو الأكل صاخن، معاملة عامل التوصيل كانت جيدة، لكن عندنا في السفرة الذهبية راح ينقصون ويانا لأن طريقة الدفع فقط كاش إلى عامل التوصيل. إذا حبيت تدفع بنفت بيه لازم تتواجد في المحل وتدفع هناك، وهذه الطريقة غير جيدة لأن أنا طالب التوصيل عشان ما أجيك المحل وأدفع لك هناك. فالسفرة الذهبية راح ياخذ ويانا 4/5، العميد راح ياخذ ويانا 5/5. ونجي وياكم إلى النقطة الثالثة وهي الخدمة. وشنو يجي ويا الباكيج مال الأكل؟ طبعا الاثنين نفس الشيء، يجي بارسة للأكل زائدا السلطة بالإضافة إلى الدقوس، بينما اثنينهم ينقصهم إنه يجيبون يا قفشات وكلينس. وفي بعض المطاعم احنا نعرفها على وجبة الغداء يقدمون حتى سمار، فهذه سلبية كبيرة في المطعمين وراح ينقصون منها. اثنينهم راح ياخذون 5/10 نقاط. والنقطة الأهم واللي الكل ينتظرها وهي الطعم. الاثنين يقدمون مندي بشكل مختلف، كما نفس ما تشوفون العميد طريقة المندي ماله، الألوان ماله في الأحمر والأصفر فتشوفه مشكل، زائدا إن جوية حشوة وآلو. بالنسبة إلى السفرة الذهبية نفس ما تشوفون يجي العيش بلون أبيض، ولكن في الطعم تكون فيه طعم الفحم، ما شلون أشرح عليكم، لكن لذيذة. الدجاج يكون من قلي أو مطبوخ هي العيش، بينما هني في مطعم العميد يكون الدجاج مقلي. هني يجي وياه فقط زبيب وشوية كازو. الطعم بشكل عام صراحة لا يقارن، أبدا أبدا لا يقارن. السفرة الذهبية بمراحل 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 أفضل من مطعم العميد. السفرة الذهبية من 30 راح ياخذ يامنا 25 نقطة. الخمس نقاط نتمنى ان توصل الى ادارة المطعم يزيدون سالفة الحشو والآلو في الطبق نفسه. اما مطعم العميد راح ياخذ يامنا 15 نقطة من 30. وصلنا وياكم الى نهاية هذه الحلقة اعزائي المتابعين. سؤال حلقتنا يقول: هل جربتون المطعمين؟ واذا جربتونهم شنو افضل وجبة فيهم؟ وهل المندي هي افضل وجبة عندك؟ شاركنا في التعليقات، ولا تنسى تضرب اللايك والشير إلى هذه الحلقة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وفي أمان الله. حياكم الله. يلا ويا هلا ويا مرحبا في من أشد المطاعم لذة ورائحة. زمط لويش تزمط؟ قول كذي عادي. أوردر راح يجي في 30 دقيقة. لا تطالع الحين، أضحك أنا، من تطالعني أضحك. طبعا نطالبكم باللايك، عاد لازم تخليها. هل بني جمرة وهل سار؟ طبعا يا اهل بني جمرة الكرام، وطبعا ارباب الارباب امر، لازم تخلي صوته وهو يأمر. يا منتج يا ما ادري ايش، الله يغرك ميمو. هذا العميل خلط صاحبنا، هذا العميل وهذا السفرة الذهبية. كلاص مولاي كباز، لكنها متينة يعني كبيرة ومدهنة الحبة. طراقات هناك تلعب كحين قاعد يغض البصر أجود كذي. هو اللي هذا ليه؟ هو يتحرك.
للاستعراض اسئله مين جايبينهم لنا لو ايش